والله غيصوني عليهم اليوم ما شاء الله غادي يحضروا ان شاء الله اليوم غيكون كلشي قالوا لك خاص تكون عنده الخيمه ديالو كل عائله تكون عندها الخيمه ديالو ثلاثه ما يكون شي حل ان شاء الله قومي بسمين فرع الزن نتمنى ان شاء الله تدير مارا مليح هذاك ني ولا العائله هنا مارا المهم نهار قنا زكات وغادي نبدا نشرح اربعه د الفيديوهات زي اقليم تالوجانت نهار دعقه بزاف تاع اقليم الحوز ما يمل انه هذا تجمعوا عند الدواوير يجي مجموعه مشان على الواغس من حشا باش انه هذا بدنا ننقل يعني التغطية الكاملة للحدث الأليم هي وقع عندنا تدي قمشينا وانيتا ونهار كذلك نسد باش نضم نصور الموضوع وانيتا يجان الحمد لله واني ما يوذني نجم متضررين زي الزلزال كافسا ما يملي أنه تغطعيشن ذي ذي بارا وفغزي يوذني إنسان خصوصا يوذني يومي جاء توهد من توذرين أو لا ليش نجد دارة ذبقرا فتغد ذي بارا ولكن نهار الحمد لله السلطة ولا الدول يعني توفر الخيمة يعني الخيم ذا نيتا موجود الحمد لله نهارا ولذ يوذن ما اشتغل سرق ذا نيتا انه يوذن عادي ويتي في البول خيمة سن يوذن عادي يومي ويوذن عادي بول خيمة قال نهارا دا سنت يوذن نانا سن يعني سجل الاسماء انسن وسجل المتضررين نانا سن نهارا ان شاء الله وعشية يوذن توي قيما يعني هذا سن تكمل الخيمة باش اصلا يعني تقميكات تقى الخيمة هنا يجيني هنا سوفون سن اتواك سنت باش نتعوض نص الخيمات امثله تيجي زوين ما مشت ولا حقاتنت تيجي زوين هنا باش ان شاء الله تينا درس شوي الامان كذلك عاود باش بنادم زيت الصمد لان هو مش انا ليس الصمد الطاس يا مش انا هنا معروفين الصمد واخا انا نبدا ما مشت ولا ما قاش زيت فوش ولكن تجيرت اش قزريق من يعني ثلاث ايام نهار الصمد صمت الجيت يعني مرتو غا امي كاتين وهاني الانسان يقيم ديال الشارع وها يقيت مي كات يقيم ديس فاكيد انه هذيك كافس وش المالي وانا عزو لانه الازمه الصدمه الضرر ضم قراني يوقع عندي الزلزال وانيتا هذه الحادثه الاليم جدا يوذا نفا يعني وزما انه دناني عاد كافيس للمعاناه بركه يعني غير الزلزال بركه غير الازمه يا هنيتا بارك غمنيا ان شاء الله نتمنى انه الايام المقبله ديال بعدا بعد التعويضات يوذنينا هما يروحوا توذرين يوذني غا يجي الضرر باش انه يعقب الحاله نص الطبيعيه يعقب الحياه نص الطبيعيه الله يكبر بك الله يحفظك شفنا انه اليوم الحمد لله بعدا كاين شويه استفدتوا بعدا من الخيام بغينا نعرفوا يعني واش هاد الدور هذا ولا هاد الحي اللي بغينا نقولوا واش كلشي استفد ولا يعني غير عدد قليل يلا استرت تقريبا نقول واحد 20 حتى 25% انت كتشوف كلشي بعينيك هاد الناس اللي مازال كاينين في القياطن راه مازال ما استفدوش من هادو ايه البارح مساو حطوا لي كارت ديالهم وحطوا سميتو الطلب ديالهم في القياده كاينين كاع بحال هادو ولكن ما كاينش تحديدات غيجيو اليوم ان شاء الله غيجيو يعني قالوا لكم في القياده قال لكم غيجيو ان شاء الله ايه قالوا اليوم غادي يجيو يعني الناس اللي مازال دايرين القياطن ديالهم هادو يعني القياطن ديالهم في القياده باش يجيو ان شاء الله يعني دابا كيحاولوا ما يمكن انهم يديروا شويه بشويه واخا نقدروا ندخلوا نشوفوا هذه ما شرحتي لي دابا واحد الحاجه ما فهمتش هذه قلتي لي فيها المشكل اللي لقينا فيهم هي بحال هنا ما كاينش زاويه فهمتي خاص تكون زاويه بحال هكا باش يكون داكشي واقف اها واقف اي فهمتي هذا هو المشكل اللي لقينا فيهم وهذا القيط ماشي ديال هادو اوكي هادو دابا راه ديال جوج ديال القيطن يلا خدمنا بهم وحده انت دابا ما محطوطينش صعبه خاص تجي هاد الزاويه هنا باش تحط هذا نيشان هكا ما يكونش عوج بحال هكا ولكن دابا هذه مزيانه يعني هذه مزيانه حنا غنبقاو بها راه ما يكون احسن ما احسن ولكن مقارنه دابا بعدا اللهم هادي ولا والو هادي دابا مضرقه من الشمس مضرقه من ومن البرد بالليل ومضرقه من كل شيء وهذه اللي كاينه لتحت بحال هذه الطاعه زوينه ولكن هذه كامله مكموله بالليل اييه ايه تبارك الله هاد دقيقه اسمح لي هادي ما خصها والو بسم الله هادي كل ملي خاصها تكون بحال هادي هاكاك هادي ولكن كتبان لي هادي زوينه هادي مزيانه هادي شاده هادي مزيانه شاده في راسها في العبار ديالها في كل شيء من الناحيه ديال القيطون ولا الناحيه ديالها ايه هادي يعني من بعدا نسيت ما قلتلكش الحمد لله على سلامتكم بعدا يعني هاد الحمد لله خاطر الله ما شاء فعل الحمد لله على كل حال ولكن الحمد لله دابا شويه مزيان يعني قدر الله اللهم الحمد قدر الله بالنسبه للمؤونه الماكله كلشي كاين كلشي كاين الحمد لله وحنا دابا كما قلت لك قبيله كما قلت للدراري دايرين واحد هي مؤطرين هنا ما عندنا لا جمعيه لا والو انا الله سبحانه وتعالى دايرين دراري مؤطرين حاطين واحد الستوك شنو هو الستوك اللي جابنا شي بركه بحال هكا كتحطوها في كنجمعوها
في العشيه كنفرقوها في الكفاف كنعطيوها لعباد الله كل واحد كنعطيو حقه باش ما تكونش الروينه وما يكونش هادشي خصو شويه التسيير باش يكون يدوز داكشي هذا. حنا خلينا خدامينا خلينا كلشي زينا قبلنا هادشي تيدي الله الدواء ديال الخير ان شاء الله. تيدي الله الدواء بالنسبه للديور كيجيو ناس اخرين كيجيبوا مساعدات ولكن ملي كيشوفوا هادشي كيقول لك لا راه عندكم انتم واحد الفائده اودي راه عندنا واحد الفائد ولكن ما عرفناش شحال غادي يطول هذا الشيء. أيه يقدر يطول عام راه هاد الناس راه هنا فين غادي يريحوا غيمشيو راه حتى ما يتقدوا لهم شي بروغرام فين يعيشوا الناس يعني راه حتى ما يكونوا ان شاء الله شي تعويضات نخرجوا باش تعويضات الله يحفظ الوالدين. هاد الشيء اللي عطى الله دابا كاين الانسان كيجي كيبغي يعطيك التعاون ديالو داك الشيء اللي جاب ولكن ملي كنشوف هذاك الشيء اللي كاين كيقول يعني يعني راه كاين ولكن الماك اللي راه ماشي ديال سيمانه راه ماشي بلا 100 كل سيمانه وصافي. الله يحفظك الوالدين. حنا راه دايرين دابا واحد البروغرام ديال داك الشيء اللي باغي خسر كنخرجوه داك الشيء اللي ما باغي خسر المواد الاساسيه بحال السكر الزيت اتايد كنحاولوا نخرجوا واحد الكونتيتي للناس كنخليو عندنا واحد الكونتيتي وهذا الشيء اللي الثلاجه ولا الاخر باش ديروا ما كاينش. لا داك الشيء ديال الثلاجه كنحيدوه كنعطيوه للناس ياكلوه الناس يعني باش ياكلوه قبل ما ياكلوه الناس. داك الشيء اللي ما غاديش يخسر كنحطوه عندنا باش كل ما تعرفش غدا ولا بعد غدا تقطع هادشي عليه الناس غادي صحيح راه تعيا اللي تعطيو اللي تعطيو ما تعياش اللي غناخذ منك من وقتك واحد شويه نقربوا غير نشوفوا هادو الا كان ممكن. سميت الدوار مولاي ابراهيم انت هذا هاد القط هذا سميتو مسمينو اون جينيرال اغري هنا بوحدو اييه اغري 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 هاد البلاصه سميتها اغري اييه 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 وانا سميتو ابو يعلى بويعلى 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 اي يعني مقارنه مع الايام الاولى ديال الزلزال بعد شويه اليوم يعني كاينين كاين تحسن من ناحيه الماكله ومن ناحيه حتى الخيام يعني لانه الناس كانوا البرد والشمس كلشي اليوم ولكن دابا الحمد لله هذا الشيء بدا كيدير. اييه هادو قلتي لي جاو من القياده ياك؟ هادو كلهم جاو السلطه بارك الله جاو القياده وكاين لا الناس اللي مازال حاطين يعني ديكار ديالهم ان شاء الله غيصونيو لهم ان شاء الله غيصونيو لهم اليوم ان شاء الله غادي يحضروا ان شاء الله اليوم غيكون كلشي قالوا لك خاص تكون عنده الخيام ديالو كل عائله تكون عندها الخيمه ديالو حتى ما يكون شي حل ان شاء الله. اييه تبارك الله قربوا شويه حنا هذا كان ممكن وكاين كما كنشوفوا حتى الناس اللي دايرين غير داكشي ديالهم ميكات وكذا راه تمام يعني سيفطوا لهم. انت الله يرحمك دابا هاد الناس اللي دايرين كلهم ميكا وهادشي هي داروا هادوك واش غتحيد هاد العشوائيه غادي تحيد غيكونوا الكياتا زورق الناس ديال السلطه هادشي اللي ما بغوش مازال هاد العشوائيه هاد الميكات وهادشي يعني باش اللي جاي يشوف بلي راه عندك خزانه ديالك دخل فيها انت وليداتك حتى يدير الله تاو ديال الخير. وبالنسبه للناس هاد الناس هادو اللي كاينين مثلا في الخيمات واش المنازل ديالهم تهدموا ولا المنازل ديالهم ولا تهدموا يلا شي معاك حيت دابا كاينين الناس يعني في الخيمات الدار ديالو كاينه ولكن حتى الخوف والصدمه بقى يعني ما يقدرش ما تقدرش تدخل ليها صحيح تفضل اي سير سير